حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وأحسن من تكلم عن هذا الحديث من هذه الحيثية هو شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ألخص ما قال بأسلوبي حتى أقرب كلامه، فكلامه جد نافع. خامسا قال رحمه الله: الله عز وجل سينصر دينه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال: فالنصرة لأهل الدين. لكن إن أصاب من تمسك بالدين، إن أصابه شيء مما يكرهه، فإنما حصل له ذلك بسبب ذنوبه، فما نقص منه مما يكون له في هذه الدنيا من خير فيقول فبسبب ذنوبه. قال: والله عز وجل يمحص أولياءه، يمحص أولياءه ليخلص إيمانهم وليكفر عنهم سيئاتهم.